الشيين قدام المونوبري بيعفص الشيين هجلال عليهم من 98 على 8 طفلة معيقة تخسر كتير مديما احنا فرحانين شوفونا على المشروع فرحانين اذي اقل ما فما هذا بشي هكا يفرحونا اقل ما فما بكر منو من عائلة الموزة تمام نحن التجار عبد المعز العالي نائب رئيس نقابة التجار المستقلين جدينا السوق هذايا بعد الثورة ناس كل جهات على حقوقها جدينا السوق هذايا من عند الحكومة كان عسان كيم هش هو طيحناه عندنا 2 مليارات ونص والمشروع عسان كيم يحب له 5-7 مليارات الحكومة البارح صرفت لنا 5 مليارات نحن اليوم محتفلين الشعب التونسي محتفل بعيد الشغل نحن محتفلين بعيد الشغل ومحتفلين بالحكومة ومحتفلين بالنهضة ومحتفلين بتونس كاملة حكومة كاملة الحمد لله ونبشروا أهالي تونس ونبشروا أهالي تونس ميلاد سوق فضاء كارتاج اللي 500 عائلة مش تستفاد من الفضاء هذا شوف الحرية كلمة تونية تحيا الحكومة تحيا الحكومة تحيا الحكومة